بسم الله الرحمن الرحيم. والله هذا سؤال بحد ذاته يحتاج إلى لقاء آخر باشمهندس. يعني أنا يعني تستهويني فكرة التوثيق بشتى أنواعها، وأنا محب لما يتعلق بالإعلام بمسألة الوثائقيات وإنتاج الأعمال الوثائقية. أنا تستهويني الصورة الوثائقية القديمة، لما أشوف صورة لأي علم أو رمز، سواء كان قارئ أو غيره، يعني أو منظر لي مكة قديما أو أي شيء، فهذا بالنسبة لي تعتبر لي يعني وثيقة أعتز بها. أي صوت أو مقطع قديم جدا هذا أيضا يستهويني جدا. أي وثيقة أو رسالة، يعني قبل 4 أيام تقريبا كان عندنا حلقة عن حكاية عن أو الحلقة الأولى كانت سهو القراء، فوقفت على رسالة بعثها القارئ الكبير محمد صديق المنشاوي حينما كلمها أحد السميعة أو أحد من كانوا يستمعون له، وشك أن الشيخ كأنه أخطأ أو سهى في آية. فأرسل لي أحد الإخوة هذه الوثيقة الجميلة بخط جميل للشيخ محمد صديق المنشاوي، يبين له أنه لم يخطئ أو لم يسهو في هذه، ولعلكم قد رأيتم الحلقة. يعني ففكرة التوثيق أنا يعني أعشقها، يعني بكل تفاصيلها، سواء كانت صورة أو ورقة أو أي شيء من أشكال التوثيق. وهذا السبب اللي خلاني يعني أبدأ في مشروع الإعلام القرآني، أني أوثق، يعني أبدأ بتوثيق الرموز والأعلام القرآنية. وأول يعني شيء بشيء يذكر، أول ما وثقت كان ذلك في سنة 2013 تقريبا، ما ادري عاد كم بالهجري، يمكن ما ادري عاد ستة ساعدوني و 2014 13 تقريبا 34 أو 33 تقريبا. هذا اول عمل أي لي، نعم، كنت انتجت برنامج وثائقي يسلط الضوء على خطاطي المصحف الشريف، وكانت فكرة بالنسبة لي حبيت اقدم للناس واعرف الناس هؤلاء الرموز المخفية التي خدمت كتاب الله سبحانه وتعالى. 10 خطاطين، وخطاط مصحف المدينة عثمان طه، خطاط مصحف الشام أحمد الباري، محمد سعد الحداد ما شاء الله. الكويت، المغرب، الجزائر، يعني أسماء كبيرة أغلبهم الآن فارقوا الحياة رحمة الله عليهم، وأنا بعضهم أنا آخر واحد وثق معهم لقاءاتهم وسيرهم. فأنا ما شاء أعتز الله تبارك وفخور الله. أني يعني عشت معهم التجربة، أزعم أنها جيدة، وقد كتبت يعني تجربتي معهم. وبالمناسبة معنا الخطاط الكبير الأستاذ صالح النيني، أذكر استضافني في مساحة عندهم مع الخطاطين، وتكلمت عن تجربتي مع خطاطي المصحف. أسأل الله أن ييسر خروجها إن شاء الله في كتاب يعني يستفيد منه الناس ويوثق المرحلة اللي عشتها مع هؤلاء الخطاطين. بإذن ما الله أبغى أطيل تعالى. يا باشمهندس حتى ندخل الموضوع. اي ابد، انا بس حبيت يعني صراحة يعني اشوف السبب الشغف والاهتمام، فمثل ما تفضلت يمكن يحتاج يعني يمكن الى مساحة اخرى، وان شاء الله حنا يعني نكون فعلا يد واحدة في توثيق سير القراء بطريقة او باخرى، وكل انسان بما اعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرة وقوة او من خلال الاختصاص ايضا. على كل حال دكتور، انا سعيد جدا باستضافتك اليوم من خلال مؤسسة آيات الوقفية، وشكرا لقبول الدعوة. ودنا ايضا الشيخ ناصر اذا حاب يعني يلقي شيء او يحاب يتكلم قبل لا نبدا في محاورنا وعنواننا. تفضل شيخ ناصر. أنا حاب أول شيء الصوت يعني كم أجزي الدكتور عبد العزيز على قبول الدعوة وهذه يعني المبادرة الكريمة من جزاه الله خيرا، لأننا متشوقون في يعني هذه المساحة للسماع منه والإفادة منه، وأيضا الإخوة والأخوات متشوقون لهذا الحقيقة الفن الرائع، فن التوثيق، والذي يعني اليوم يحمل رسائل سامية. وأنا في ظني أنه توجه عالمي، وهذا ما الآن تتوجه له كثير من الدول في التوثيق والبيل نحو هذا الباب. فما هو أعظم يعني من أن يتفرد الإنسان في توثيق سير القراء وما يتعلق بالقرآن الكريم وما يتصل به من خطوطه ومطبوعاته ونحو ذلك. فشكرا لك دكتور عبد العزيز على أن منحتنا هذه اللفتة الجميلة، ومتشوقون الله يحفظك ويفتح عليك ويبارك لك.
حياك الله فضيلة الشيخ، وأنا أيضا سعيد بسمع صوتك وبلقائي بالإخوة الأكارم في هذه المساحة التي تهتموها لنا، والشكر أيضا لمؤسسة آيات، جزاهم الله خير على إتاحة الفرصة. الله يبارك. دكتور احنا عندنا شرط اليوم، نبغاك تاخذ راحتك وتعطينا طيب ما لم تعطيه احدا من قبل، من السوالف الخاصة والقصص حصري والاحداث، وخذ راحتك يعني احنا معاك لو تبي الى يعني ما تشاء. يعني ما نشفر يا شيخ. لا لا خذ راحتك مرة، اليوم نبغى يعني القصص الخاصة والنادرة مع كبار القراء من خلال مسيرتك معهم. إن شاء الله بارك الله. شكرا. ما في تشفير اليوم دكتور عبد العزيز، طيب بس عندي تنويه بسيط. يا ليت اللي موجودين معنا وقت ما تحسوا اثناء حديث الدكتور وعندكم تساؤل محدد ارفعوا طلبات المايك، بحيث نقدر ننظم الوقت انا والدكتور عبد العزيز ونقبل طلبات المايك. ان شاء الله النصف ساعه الاولى تكون دردشه ويكون طرح جميل من الدكتور عبد العزيز، ونصف ساعه الاخرى نقبل الطلبات، لكن احتاج تطلبوا المايكات من البدايه. وأذكركم بتغريد في المساحة من خلال الزائد اللي موجود في الأسفل. دكتور عبد العزيز، توثيق سير القراء الكريم، ودنا نسمع منك، لك المايك الله يحفظك وحياك الله، تفضل الله صاحبي. يحييك بارك فيك. قبل الحديث عن فكرة التوثيق، أنا أحب أنبه إلى أن الحديث عن توثيق سير القراء ليس بدعا من الأمر، وليس هو بالأمر الجديد، بل هو عمل جليل سبقنا إليه من هم قبلنا من علماء الأمة الأجلاء في القرون السابقة، وعلى رأسهم العالم الجليل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الرائع الفذ طبقات القراء. وأرى شخصيا أن مثل هذا الكتاب لم يعطى حقه يعني من التعريف والانتشار بين الناس، ولم يخدم الخدمة التي تليق بمقام هذا الكتاب الرائع الذي وثق تفاصيل، يعني تكلم عن قراء عبر قرون، سواء كان قراء الصحابة والتابعين أو من بعدهم، والقراء العشرة وال13 وتلاميذهم، بل ذكر بعض الأشياء عن يعني مهنهم، يعني قارئه كان مهنته جزار ولا عطار ولا، يعني هذه تفاصيل دقيقة، يعني كان بودي أن أحد يعني يقرأ هذا الكتاب الجميل ويستخرج هذه الفرائد واللطائف، اللي مع الأسف يقرأها كثير من طلاب العلم وتمر عليه مرور عادي جدا، يعني ما يبهله لأهمية، يعني تخيل قارئ قرآن وله مهن مختلفة وأصول مختلفة، اقرأ فلان اللي أصله عربي ورومي وفارسي، في أشياء نحتاج نقرأ هذا الكتاب قراءة إنسانية جديدة يعني. فأنا أقول أن هذا الكتاب لم يعطى حقه، وأتمنى أن أحد من خاصة يعني بعض المتخصصين في الدراسات القرآنية أن يقدموا لنا ويعرضوا لنا هذا الكتاب بطريقة يعني يسلط الضوء على زوايا وجوانب لم يلتفت إليها. الأمر الثاني سلمكم الله، يعني يقبح بنا يعني أن نستمع إلى أصوات، إلى قرائنا الكرام، قرائنا الكبار، ونستمتع بتلاواتهم، وأن نترنم بأصواتهم العذبة ولا نعرف عن سيرهم إلا القليل. ومن هنا يأتي أهمية أن احنا نتكلم عن لماذا عن سير وتراجم هؤلاء الكبار. وسأتكلم بالدرجة الأولى عن السعودية، يا ترى ما هو السبب خاصة في السعودية؟ يعني نسمع عن عبد الله خياط رحمة الله عليه، نسمع عن القراء القدامى أو المعاصرين حتى، يعني مثلا علي جابر، محمد أيوب، وحتى الأحياء منهم، لكن ما عندنا معلومات عن هذا القارئ، هذا الذي أمتعنا بتلاوته لا نعرف عنه شيئا، فيا ترى ما هو السبب؟ في نظري يعني رقم واحد، زهد أهل القارئ في إخراج تراثه ووثائقه وأرشيفه وصوره، وهذه أنا لاحظتها يعني لما جيت أعد لي يعني برنامج مزامير بالبدايات، كلمت يعني بابن أحد الكبار القراء في المملكة، السلام عليكم. السلام، أنا عندي برنامج 1 2 3 4، وأبغى ترجمة أو معلومات، حكايات، حواديت، قصص عن الوالد رحمة الله عليه. فقال لي بطريقة يعني، قال يا أبويا ما في عندنا إلا في النت بس، طبعا النت صفحة واحدة ولد وتوفي واشتهر وبس. فأنا ما أخفيكم يعني شعرت ب يعني الحزن،
يعني مثل، وطبعا هذا كنموذج، ولا هناك اكثر من شخص؟ يعني في شخص مثل لما ترجمت او لما تكلمت عن صديق الميمني في المدينة، مع الاسف لم اجد له ترجمة وافية، وتواصلت مع عدد من تلاميذه، يعني ما كان هناك، قلت لهم ابغى سير، ابغى حكايات، ابغى تفاصيل، ما تجد تفاصيل موجودة بشكل كبير يعني، وهذه مشكلة يعني. ولذلك هذا دور، إذا ما كان الأهل يعني يهتمون ويزهدون في سير والدهم، وهذا يذكرني بمقولة الحسن البصري رحمه الله تعالى: أزهد من في العالم أهله. يأتي هنا الدور على التلاميذ الذين قرأوا على الشيخ أو استفادوا منه أو جالسوه، أنه على الأقل يدون، ما يقدر يدون، على الأقل يخبر أحدا من الذين يهتمون بالتوثيق، على الأقل ينقلون له بعض الحكاية والقصص. يبدو لي السبب الثاني عدم اهتمام الإعلام والصحافة بالدرجة الأولى على التعريف بالقراء. يعني لك أن تتخيل الصحفي المصري محمود السعدني، الذي يعد من رواد الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، يعني هو كاتب ساخر بالدرجة الأولى، وقد كتب في كل شيء محمود السعدني، يخرج لنا هذا الرجل من بين هذه الكتابات يعني المتنوعة كتاب عظيم اسمه ألحان السماء، الذي وثق من خلاله لرموز التلاوة المصرية في بدايات القرن الرابع عشر الهجري وما قبله بقليل. لأن محمود السعدني ليس لكونه مثلا مهتم بهؤلاء، لأنهم يعني اهتم بهم لكونهم رموز وطنية، فهو كتب عن الفنان وعن الرياضي وعن القارئ. فأنا أتمنى هذه رسالة للصحفيين عندنا والإعلاميين الموجودين عندنا في بلادنا الحبيبة، أنه يعني إذا توثق لي لكل شيء، وثق للفنان ما عندي مشكلة، وثق الرياضي، لكن أيضا وثق لي هذا القارئ أيضا، هذا ترى يعني واجهة مشرفة للبلد، وهو رمز مثل أي الرموز الموجودة بل أعظم. يعني بدون عدم وعي، بعض الصحفيين عندنا مع الأسف مسكين ما عنده هذا الوعي الكبير بتعددية الرموز الموجودة. بينما في مصر تجد صحفي يكتب في كل شيء ويهتم بالقارئ وحكاياته وحواديته وتفاصيله أحيانا. يعني سأتكلم بقضايا عن ما يتعلق بالقراء المصريين بعد قليل إن شاء الله. من الأسباب أيضا عدم وجود سميعة، ولا أقصد بالسميعة الذين يعني يستمعون إلى تلاوة القرآن ويكتفون بكلمة الله الله، لا لا، أنا لا أقصد هؤلاء السميعة، وقد خصصت حلقة بعنوان من هم السميعة. السميعة الحقيقيون هم الذين يحفظون تراث القارئ، ويعني ويكون لديهم معلومات وكواليس عن أدائه المختلف لبعض التلاوات وفي جلساته. السميعة لما يتجلس معه يقول لك هذه الآية أو هذه المقطع الذي تلاه الشيخ، أذكر كان تلاه في المكان الفلاني أو في الصلاة الفلانية أو في ليلة 27، وكان أداؤه يعني كان مبهرا، وكانت تلاوته بسبب موقف حدث له. هذا السميع الذي يعطيك تفاصيل وكواليس التلاوة التي قدمها. وقبل 3 أيام كان عندنا حلقتين، عنوان الحلقة الأولى حكاية تلاوة رقم 1، وحكاية تلاوة رقم 2، تكلمت عن بعض التلاوات والمقاطع التي كان فيها تفاصيل لهذه التلاوة. فالسميعة، نحن بحاجة إلى سميعة في المملكة. يعني في مصر يعني لهم حضور كبير جدا، نحن بحاجة إلى شباب، يوجد عندنا سميعة يعني، لكن هم غير واعين لأنهم سميعة، غير واعين، لا يدونون، لا يسجلون، بالرغم لهم علاقات مع قراء ويجالسون، لكنها أنا أعتبره عدم وعي، ما أقول هو كسل، لكن يكون عدم وعي. أنت جالس مع شخصية عظيمة، جالس مع قارئ، مع مرور الزمن هذا القارئ سيمشي وسيذهب مثل ما يذهب غيره، ماذا قبضت منه؟ هل ستكتفي بأن يكون حديث المجالس؟ لا، حديث المجالس يذهب ويمضي، لكن يبقى مسألة التدوين والكتابة، سواء كان على الورق بأي شكل من أشكال التوثيق الفنية، سواء كان ورقا أو كاميرا أو يوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تغريدة حتى. من الأسباب أيضا في نظري عدم انتشار مجالس السماع القرآني. إحنا ما عندنا مجالس سماع، يعني موجودة لكن غير حاضرة بشكل كبير جدا.
وبالتالي حتى يحضر السميعة ويحضر الناس يسمعون. وأذكر لي بحث كتبته بعنوان مجالس السماع القرآني، وبالمناسبة إذا كانت مؤسسة آيات تحب أن تنشر هذا البحث فأنا يشرفني، ما عندي أي مانع. الشيخ سام تيمية يسمي مثل هذه المجالس، يسميها السماع الشرعي، ويعتبرها سنة أن الناس يجتمعون لسماع كلام الله سبحانه وتعالى. فمنه يحدث مثل هذا السماع، وتتعرف على القارئ عن قرب وعن سيره وعن حالاته التي يقرأ فيها القرآن الكريم. من الأسباب أيضا في نظري إعراض العديد، وبالمناسبة السماع كانت موجودة زمان في مكة كما يحدثني بعض الزملاء، يعني قبل 40 سنة كانت موجود المجالس السماع القرآني. وسنوك في كتابه حياة مكة أو الحياة العلمية في مكة تكلم عن بعض مجالس السماع. طبعا سنوك كان موجودا في مكة قبل 100 سنة تقريبا، ووثق زيارته وتكلم عن مشاهداته حول القرآن والإقراء، وتكلم عن بعض مجالس السماع القرآني الموجودة في مكة. السبب الخامس إعراض العديد من المقرئين والقراء عن كتابة سيرهم، وذلك إما زهدا، وهذا كثير حال الناس، يعني يزهدون في أن يكتب سيرته، يعد نفسه أنه إنسان عادي ليس لديه تجربة تستحق أن تكتب. لكن في نظري أي عمل قدمته هو تجربة، ولا تحكم أنت هي تستحق أو لا تستحق، نحن الذي نحكم. فبعضهم لا يكتب زهدا أو كسلا بالرغم أنه مدرك أهمية تجربته. ولا أذكر حاليا، قد أحد يفيدني الآن، ما أذكر حاليا أن ثمة يعني قارئ أو مقرئ كتب سيرته ورحلته مع كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء كانت في الإقراء أو القراءة. يعني يحضرني الآن القارئ الكبير محمود خليل الحصري رحمه الله، وثق رحلاته القرآنية فسماها رحلاتي في الإسلام، وقد خصصت حلقتين عن تعريف ب هذا الكتاب الجميل التوثيقي الرائع، وهو كتاب نادر الحقيقة، موجود في النت إذا من أراد أن ينزله PDF ويقرأ ويستفيد. تكلم عن رحلاته، رحل إلى الشرق والغرب، ومشاهداته مع المسلمين بشتى بقاع العالم، وكيف كان يعني استمتاعهم كان كيف كان استماعهم واستمتاعهم بسماع تلاواته رحمه الله تعالى. الأسباب كثيرة، لكن هذا يبدو لي في نظري، يعني كتبتها بعفو الخاطر، أبرز الأسباب التي تجعل التوثيق عندنا غير حاضر بقوة ويسير على استحياء. أتمنى أن يعني سعد جدا، قبل شهرين خرج كتاب يوثق عن سيرة الشيخ محمد القارئ الكبير محمد أيوب رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الله خياط له سيرة، كتب سيرة له قديمة جدا، وموجود عندي نسخة من كتابه، لكنه سلط الضوء على تجربته في حياته الإدارية والعملية، وكان له مواقف جميلة مع الملك عبد العزيز رحمه الله في أثناء مجالس تلاوة القرآن في حضرة الملك عبد العزيز. لكن كنت تمنيت أنه كتب يعني بشكل أكبر في حديثه وتجربته في تلاوة القرآن الكريم، سواء في المسجد الحرام أو في مجالس الخاصة مع الملك عبد العزيز. تكلم أيضا عن رحلته إلى ماليزيا فيما أذكر، لحضور يعني افتتاح مسجد، وكيف تلا القرآن وكان معه عبد الباسط. فهذه كواليس وقصص جميلة للغاية، يعني لو لم يكتبها الشيخ عبد الله خياط لما عرفنا هذه التفاصيل. قبل أن أختم حديثي، أحب أن أذكر هذا الموقف. الدكتور ناصر هو قال يبغى مواقف، هذا موقف يعني ما سبق تكلمت عنه من قبل. اتصل بي أحد قراء العراق الكبار الذي بلغ عمره فوق 70، متعه الله بالصحة والعافية، وزعلان علي كثيرا. يقول ليش برامجك موجهة بالدرجة الأولى على مصر وقراء مصر ومقرئي مصر، وبخلت على العراقيين بحلقة وحلقتين، كانت لي حلقة عن التلاوة العراقية وحلقة عن القارئ
خليل الحافظ خليل. فقال ألا يستحق أهل العراق أن تتكلم عن سيرهم وعن قرائهم وعن تاريخ القراءة والإقراء في العراق؟ فيعني قلت له يا فضيلة الشيخ، يعني أنا لما أريد أن أحضر وأكتب يعني حلقات عن مصر، عن قراء مصر، فإن لدي يعني رف كامل كتب عن مصر وقرائها ومقرئيها، ويعني وفي وفرة للحمد نوعا ما. طبعا نحن أيضا نحتاج أكثر، لكن مقارنة بالغير يعني مصر تتصدر وتتربى على عرش التوثيق في الحركة أو في المشهد الإقرائي والقرائي. بينما إذا أردت أن أكتب عن العراق لا أجد ولا صفحة واحدة، وما كتبت عن التلاوة العراقية كتبتها يعني مثل ولادة متعسرة، تعبت على ما كلمت عدد من العراقيين وبعضهم توقف وبعضهم ما يعرف. وأنا الآن أنا اللي أعتب عليك، مو بنت اللي تعتب علي، أنا اللي أعتب عليك. أنت رجل يعني بلغت السبعين، وكان يحدثني عن قراء مصر لما جوهم في العراق في الستينات، يعني يتكلم عن مدرسة الإقراء، قال أنا خبير بها منذ الستينات الميلادية، وأعرف القارئ فلان والمقر فلان والحاج فلان ومش عارف مين. فأعرف أذكر لما جاءنا عبد الفتاح الشعشاعي وقرأ في حضرة الملك فيصل ملك العراق، وعبد الباسط لما جاءنا والمنشاوي، ذكر معلومات رائعة للغاية أدهشني بسرده والقصة التي ذكرها. فقلت له يا فضيلة الشيخ حرام عليك، أنت شاهد على تلك اللحظة وعلى ذلك التاريخ، يفترض يعني أنا اللي أزعل منك، يفترض أن تكتب هذا وتوثقه، وأنا أنقل منك، تخرجه في كتاب وأنا وغيري ينقلون منك هذه الفرائد العظيمة يعني. فسكت برهة، ثم شعر أني أنا قلبت عليه الحجة، فقال إن شاء الله سأفعل وسأكتب. ووعدته أني أستضيفه في لقاء يعني عبر إحدى المساحات في وسائل التواصل الاجتماعي. أسأل الله أن ييسر الأمر ونلتقي به. رجل حقيقة عنده تجربة في تلاوة القرآن، وخاصة في القطر العراقي. هذا باختصار ما يتعلق بهذه التجربة، يعني هي تجربة متواضعة ولا أريد أن أطيل، مجرد يعني هي أفكار وأحاديث أحببت أن يعني أضعها بين يديكم. أختم ببعض الأفكار يعني اللي ممكن تساهم في مسألة التوثيق. حث القراء والمقرئين في العصر الحديث إلى كتابة سيرتهم الذاتية، خاصة ما يتعلق بمسيرتهم في القراءة أو الإقراء. إنتاج بودكاست يعني يجري لقاءات مطولة، ولاحظ عبارة مطولة، مع كبار القراء في العالم. لما أنتجت يعني هذه البرامج، يعني أحيانا أدور على لقاء، يعني مثل شخصية مثل محمد أيوب، لم أجد له لقاء تلفزيونيا إلا لقاء واحدا يتيما أجرته قناة المعالي، وذكر بعض الأشياء ما وجدتها، يعني أشياء جميلة جدا استطعت أن أقتطعها وأضعها كوثيقة، وثيقة فيديو في الحلقة الخاصة به أو حلقات أخرى. فلو عمل هناك بودكاست يجري لقاءات مطولة، يعني من ضمن الأشياء اللي أتكلم الآن وفي بالي شخص مثل المقرئ الكبير عبد الرافع رضوان، متعه الله بالصحة والعافية. يعني هذا الرجل موجود على قيد الحياة، أتمنى أن أحد يعني يجري معه لقاء صوتيا فيديو عن تجربته الطويلة، خاصة أنه أدرك كبار القراء والمقرئين في القرن الرابع عشر الهجري، ومثله كثير في يستحقون تسليط الضوء ويعني والحديث عن حياتهم القرائية والإقرائية. أيضا من الأفكار إصدار موسوعة للقراء والمقرئين، تكون مزودة بالصور والوثائق، وأيضا يكون فيها باركود مثلا يظهر تلاواتهم الصوتية ونحو ذلك. يعني هذا ما لدي، وآسف إن كنت قد أطلت، وأنا متشوق لسماع حديثكم ومداخلاتكم، وشكرا جزيلا. أبد دكتور عبد العزيز، ما في إطالة، بالعكس أسعدتنا ومتعتنا بحديثك الراقي والجميل. وأنا صراحة يعني عندي بعض التساؤلات، لكن ودي أنوه المستمعين الكرام
إذا عندكم تساؤلات حول النقاط اللي تفضل فيها الدكتور يا ليت تطلب المايكات ونستقبل تساؤلاتكم. وأنا عندي لك سؤال بسيط دكتور إذا تسمح لي، حول يعني معلش أنت تكلمت في بداية حديثك عن السميعة، فإذا أنا بقول خليني أقول سؤالي، ما هي يعني كيف أعرف إن أنا من السميعة؟ هل في مواصفات محددة كذا تقدر تنوه عنها؟ لأنك أنت قلت كلمة البعض سميع لكن هو غير مدرك إنه من السميعة، فهمت قصدي دكتور؟ نعم فممكن توضح لي الجزئية هذه إذا سمحت لي، وبعدها أنتقل للأستاذ فضل. تفضل. في عندنا شخصية جميلة، ما ادري الأستاذ سامي عطية موجود معنا؟ نعم موجود معنا، يعني هذا من الناس أنا أعتبره سميع ما شاء الله عليه، هذا من سكان جدة، وإذا كان موجود يعطينا بعد تجربته بشكل يسير حتى لا اي نطيل. والله انا ارسلت له صراحه طلب للمايك، فيشرفنا وجوده معنا اي والجميع والله يعني سامي يا هذا ليتهم. انا اعتبره سميع ما شاء الله، ساكن في جدة ويذهب الى الحرم يمكن يوميا ويوثق يعني تلاوات القراء، وعنده مخزون كبير جدا من التسجيلات. هذا سميع، يعني هو رجل محب وعنده شغف بالسماع القرآني، فهو تخصص جزاه الله خير، اسال الله ان يكتب اجره، تخصص لتلاوات الحرم المكي يعني. ف السميع يبين يا باشمهندس، يعني يعرفون الذين لديهم، يعني بعض الناس سميع لي في مصر، يعني فلان سميع لي مصطفى اسماعيل، فلان سميع لي للمنشاوي، فتجد يحرص على اشرطته وعلى كل تلاواته، ويقول لك هذه التلاوه قراها في جامع التوبه في دمشق سنه 56 مثلا، هذه التلاوه تلاها في الشعشاعي في العراق حينما كان كذا عزاء الملكه عليا في العراق. يعني بعضهم يدهشك بتفاصيل لانه يعني يعني تلقاه مهتم بأدق التفاصيل الخاصة صحيح بالقارئ نفسه، يعني صحيح أماكن تواجده وقراءاته السابقة والقادمة. صحيح صحيح. جميل جدا، واضح دكتور عبد العزيز. احنا طيب الان اتسم بعضهم يسمونهم، سامحني بالمصطلح، يعني الان موجودين في السوشيال ميديا، يعني يسمونهم الفانسات، كل واحد عنده شخص يعني يحبه، جمهوره اي يعني. فجمهوره يسوي له يعني حساب خاص وينزل فيه كل ما يتعلق به. اي نعم واضح جدا دكتور، يعطيك الف عافيه. طيب نسمع اخونا الفاضل الاستاذ فضل، حياك الله استاذ فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، انا دائما يلفت انتباهي وجودك استاذ فضل معنا في ديوانيه آيات، فحياك الله اليوم والله اول مره أنا اذكرك، أصلا شرف دائما لنا والله. أحب أستمع للمتخصصين في هذا المجال، وطبعا مداخلتي هي مداخلة بسيطة، أنا شخص طبعا شخص عادي يعني ما هو جسمه ده، بس بما أنه ذكر الشيخ محمد أيوب رحمه الله يعني في هذا الموضوع، طبعا انا ما اتكلم عن سيره الشيخ لاني لا ادري عن الشيخ ولا يعني ما قابلته الا عده مرات، وهو يعرفني بخصوص اهتمامي بمتابعه تلاواته، فالحمد لله يعني الله يعني وفقني لهذا الشيء، والحمد لله بديت في توثيق تلاوات الشيخ محمد ايوب، وللاسف يعني كان طبعا اتكلم فقط جانب التلاوات، ما اتكلم عن سيرته الخاصه والاشياء كذا. في جانب التلاوات كانت يعني التلاوات المعروفة عند الناس في البداية فقط ما ينشر في الإذاعة هي تلاوات الحرم لأول سنة عام 1410 والمصحف المرتل اللي سجلوا في مجمع الملك فهد الله يغفر له ويرحمه، فهذا اللي كان معروف. فمن ضمن المبادرات اللي أنا بدأت فيها أهديت الإذاعة بعض التلاوات، طبعا أنا من زمان يعني متابع لتلاوات أئمة الحرمين، وبالخصوص يعني من بما أني أنا تربيت في المدينة وجلست فيها فترة طويلة يعني، فكنت أنا من المتعصبين لأئمة الحرم النبوي أكثر من المكي يعني، لكن طبعا أحب في الجانبين يعني لي قراء محبوبين يعني، فكنت أبحث عن تلاواتهم ودائما أهتم فيها. فأنا الحين الآن عن طريق الحسابات عندي قناة كده، حساب أنشأته في الساوند كلاود سميتها تلاوات قراء المدينة، وأغلب اهتمامي وتركيزي متركز على 3 قراء، هم الشيخ محمد أيوب والشيخ إبراهيم الأخضر والشيخ علي الحذافي. الشيخ علي الحذافي ما شاء الله له مسيرة طويلة في إمامة الحرمين، لكن للأسف يعني ما وثقت تلاواته بالشكل المطلوب، يعني هي من ضمن التلاوات المشتركة وهذا.
الصوت انقطع عند أخونا فضل، الظاهر فيه عنده خلل تقني يا دكتور عبد العزيز، فالعذر والسماح. طيب دكتور عبد العزيز، إلى ما يرجع لنا أخونا فضل، ذكرت في حديثك عن مجالس خاصة بسماع القراء موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية، لكن ما عليها أو ما هي بكثيرة يعني، وما هي بمرة معروفة. فودنا الآن فضل رجع نستمع مداخلته للنهاية، ولا تنوه لي عن وين موجودة هذه المجالس في الرياض، أو تذكر لنا المجالس والمدينة إن أمكن. تفضل أخونا فضل. أيوة السلام، المعذرة أظن حصل عندي خلل أظن في الاتصال أو شيء كذا. فالآن بديت بالتوثيق، يعني التركيز أكثر شيء على تلاوات الشيخ محمد أيوب والشيخ إبراهيم الأخضر. طبعا الشيخ إبراهيم الأخضر للأسف يعني استضافوه في حلقات تلفزيونية وإذاعية، ولما كانوا يعطوا نماذج من تلاوات الشيخ فقط يعطون شيء من ما قرأه في المصحف المجمع اللي موجود الآن، يعني في شو اسمه ده. وتلاوات الشيخ إبراهيم الأخضر كانت شبه مختفية، يعني أذكر فقط في التسجيلات أظن نزل في مصحف الحرم النبوي كانت أصدرته الاستقامة عام 1415 من ضمن القراءات المشتركة فيها نزل، ومصحف آخر للحرمين كانت أصدرته تسجيلات القادسية بالرياض مشتركة من عام 1414 بعض التلاوات البسيطة، وفي مصحف الاستقامة الحرم المكي عام المشترك من 1409 إلى 1412 كان له مقطعين فقط من الحرم المكي الشيخ. فأنا بديت بجمع التلاوات، الحمد لله الآن الحين يعني بديت أنشر تلاوات الشيخ إبراهيم الأخضر والشيخ محمد أيوب، ونشرت أشياء كثيرة كانت مختفية. طبعا هذه ليس من تسجيل الخاص، هذه يعني من متابعتي وكنت دائما ايش اتابع المكتب الصوتي في المسجد النبوي وبعض المحبين اللي عندهم بعض التلاوات هذه واحاول اخذ منهم والحمد لله يعني بديت. طبعا انا مهنتي لست بس استاذ فضل، عندي 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 تساؤل بسيط يعني معلش، وايضا الدكتور عبد العزيز، هل يعتبر انت ما شاء الله ذكرت وثقت تلاوات القراء جميل، فهل هذا يعتبر توثيق للسير فقط؟ يعني هي اعتقد الموضوع شوي أوسع من فقط توثيق التلاوات، تتفق معي أو لا؟ هذا أيوة أنا قلت من البداية أنا أصلاً ما دخلت في موضوع السير وهذا، أنا فقط ركزت على التلاوات، لكن هي قد تعين يعني كثير من المستمعين على أخذ بعض المعلومات من في هذا الجانب يعني. فقط، لأن أنا قلت لك أنا لست مختص ولا هو يعني عندي علم شرعي ولا أي شيء ولا كذا، أنا فقط مجرد مستمع واستمع وطبعا هذه كل في اشياء كثيره طبعا هي توثيق، يعني كانت موجوده في الاسواق في التسجيلات واحتفظ بها نسخه، ومن ضمنها الحمد لله يعني حتى اذاعه القران الكريم الان. انا اذكر اني في عام 2008 او 2009 تقريبا اهديتهم مجموعه تلاوات الشيخ ابراهيم الاخضر لائمه الحرمين من ضمنهم الشيخ ابراهيم الاخضر والشيخ محمد ايوب، فبداوا ببثها. ففي البداية أول تساؤل سألوني الإذاعة، قالت سألوني هل هذه قراءة في الحرم؟ قلت له أكيد قراءة في الحرم، هذه أنا ما جبت لكم شيء من عندي يعني. فهم تعجبوا قالوا نحن اللي ندري فقط هذه التلاوات. فكان في تقصير في متابعة تلاوات الشيخ محمد أيوب ونشرها. طبعا السبب يرجع أنه ممكن تكون بسبب أنه السنة الوحيدة اللي قرأ بمفرد كان 1410، وكان في موضوع يعني ما يخص التسجيلات كان عبارة يعني في أصحاب التسجيلات أو الموزعين في التسجيلات الإسلامية كان يقول شيء، قال إذا تبغى تقتلوا قارئ خلاص نزلوا له مصحف، فبعد ما ينزل مصحف وتنزل أشرطة مفرقة له فصعب تحصل على تلاواته الجديدة، خلاص التسجيلات تعتمد أنه خلاص ما دام نزل له مصحف يكتب هذا، وهذا حصل مع قراء كثيرين يعني. لكن نحن نحاول بقدر المستطاع ان نجمع، ونسال الله ان يوفقنا في هذا الجانب يعني. يعطيك الف عافيه اخونا فضل، اكتب اجرك. دكتور عبد العزيز، اذا عندك تعقيب على النقاط اللي تفضل فيها اخونا فضل. لا والله ما عندي شيء. يعطيك العافية. طيب دكتور عبد العزيز، أنا جاني سؤال من خلال مداخلة أخونا فضل يعني للموثقين للسير، يعني هم هل هي مقتصرة على يعني فئة محددة؟ هل في مثلا مهارات معينة لابد أنا أكتسبها؟ يعني واضح سؤالي لك دكتور عبد العزيز، يعني من هم الأشخاص الفعل المؤهلين بأنهم يوثقوا السير؟
والله ما يحضرني الآن، لا يعني، لأن الآن هي مجال خصب وبكر الساحة فاضية، فلا أستطيع أني يعني أصف أحد، يعني بيكتب كثر خيره، لكن طبعا لابد أن يكون إنسان على مستوى عالي حقيقة من الفهم والوعي في طريقة كتابة السير الغيرية كما يسمونها. يعني أنا أذكر بعضهم إذا لم تستطع أن تكتب على الأقل سجل، يعني سجل إذا كان القارئ على قيد الحياة زوره، تسجل معه، توثق حياته تفاصيله. لكن والله ممكن أفتح المجال إذا أحد عنده يداخل كتجربة، ما أعرف والله. جميل جدا. وايضا معنا الدكتور وليد لو موجود يطلب المايك اكون له شاكر ومقدر. طب بالنسبه للمجالس دكتور اللي تفضلت فيها ايضا هذه، يعني هل مثلا في، خليني اتكلم انا كشخص موجود في مدينه الرياض او في جده مثلا، هل في اماكن معروفه او مجالس معروفه نقدر مثلا من خلال معرفتنا لها زيارتهم؟ والله انا ما اعرف، يعني المجالس قلت لك هذا من الاسباب انها غير حاضر عندنا بشكل كبير. واذكر مؤسستنا الفاضله مؤسسه ايات، ان لم اكن مخطئ يعني اجرت كم من مجلس كذا، ان لم تخني الذاكره اذكر زمان عقدت كم من مجلس، وحقيقه هذا مفيد جدا، يتم عقد مجلس ويتم بثه عبر التواصل لجمع عدد من القراء يستمعون. كان في المدينه تعقد مجالس، اذكر محمد ايوب رحمه الله وعدد من القراء، معنا يعني الدكتور محمد الجنايني لعله يفيدني هو من اهل المدينه، لكن بشكل واضح يعني حاضر الان ما اعرف حاليا. جميل جدا. وعلى ما والمجالس الحقيقه لها يعني في نظري ان الحضور مثل هذه المجالس لها من الفوائد الكبرى والعظمى. وصراحة دكتور عبد العزيز أنت اليوم من خلال مداخلتك أيضا لفت انتباه البعض اللي مثلا مهتمين في صناعة محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ما تفضلت يعتبر يعني أمر خصب في أنه الإنسان ينشئ محتوى مثل البرودكاست المطول اللي تفضلت به، يعتبر هذا محتوى عبر ممكن من منصات أخرى أيضا يتم يعني استغلال هذا الأمر في صناعة محتوى إيجابي ومن خلاله يقدر يسوي خير وينشر أجر ويوثق يعني سير أشخاص حنا بحاجة فعلا إلى توثيق يعني سيرهم. طيب في يعني في اهتمام شديد في نسمع منك يا دكتور عبد العزيز عن بعض كواليس القراء أثناء مقابلاتك لهم يعني أو مقابلاتهم بشكل عام، فهل في مجال تطرح لنا بعض الكواليس هذا؟ حتى يمكن الشيخ ناصر نوه عن هذه النقطة، أنت ذكرت قصة سريعة فودنا نسمع أكثر يعني إذا وقتك يسمح. تفضل. هو المشكله القراء، غالب القراء الذين يعني تكلمت عنهم كلهم ماتوا الله يرحمهم، يعني فانا تكلمت عن اناس قد ماتوا، وهذا شرطي في البرنامج الاول مزامير، اشترط الوفاه. يعني حتى ان اثناء التصوير قبل التصوير باسبوع ما كان الشيخ محمد ايوب موجود من ضمن الحلقات، وايضا كان موجود الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله في الاردن، وسافرت الأردن من أجل يعني اللقاء به، والتقيت بابنه الشيخ معروف، وقال لي الشيخ يعني على سريره الأبيض يعني والدكتور مانع أن نلتقي، يعني أحد يلتقي به. فرجعت أدراجي إلى السعودية، وبعدها بأسبوع تقريبا توفي الشيخ الله يرحمه، فما استطعت أني أجلس معه، وأدرجته من ضمن يعني الشخصيات حلقات مزامير. فحديثي ليس مع هؤلاء القراء الذين ماتوا، وإنما كان تجربتي مع بعض يعني الذين لهم علاقة يعني بالشيخ، سواء كانوا أولاده مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، أو كانوا بعض من تلاميذه. لكن غالب هؤلاء اللي تكلمت عنهم إنما يعني أخذت سيرهم من، إما تكون من قصاصات أو مذكرات أو، وأحيانا يعني بعض الروايات اليسيرة جدا لا تذكر، مثل الشيخ محمود علي البنا تواصلنا مع ابنته الدكتورة الأستاذة آمال، فهذا جميل يعني ما شاء الله عليه. آمال كتبت كتابين في سيرة والدها، كتابين، فهذا أنا أعتبره نوع من البر جزاه الله خير، أنها يعني تجمع كل ما حصل على والدها، ويعني تضع الوثائق والصور، هذا عمل رائع. لعل الدكتور وليد كساب هو يعني شارك معنا جزاه الله خير في إعداد بعض حلقات البرنامج، والله وعنده يشرفنا يطلب المايك لكن هو لأني أنا صراحة يقول هو ما يعرف، فأنا أعطيتك معرف حقه، ومش بذاك مع تويتر، هو موجود معنا الآن، أشوف شلون. هو أهم شيء يكون داخل من جواله، هذه نقطة يعني ما ينفع من اللابتوب،
يلقى في الزاوية على اليمين تحت، أو إذا بالعربي أو على اليسار إذا بالإنجليزي، مثل شعار الميكروفون، فقط يضغط عليه ويكون موجود معنا مباشرة، بس يطلب المايك من الزاوية. أهم شيء يكون من خلال الجهاز، الجوال، التليفون، ما ينفع من اللابتوب، لأن أنا صراحة بحثت عن المعرف ما وضح لي والله دكتور عبد العزيز. طيب إذا يعني خلينا نقول أكثر شيء يعني، أو خلينا نقول قصة، أو يعني من خلال مثلا بحثك دكتور عبد العزيز، لما يكون موجود معنا الدكتور وليد، يعني شيء أثر فيك، أو شيء أو سيرة مثلا أثرت في الدكتور عبد العزيز، غيرت فيك، أو مثلا خلت لك نظرة مختلفة في حياتك، أو في نظرتك للقرآن الكريم وقراءاتك بشكل عام، هل في شيء مثلا يحضر في ذهنك الآن حول هذا الموضوع؟ طبعا سلمك الله. أول عمل اللي هو مزامير لما عملته، كان عندنا هدف معين في نريد أن نقدمه للناس، وهي مسألة الدعوة إلى الإسلام بتلاوة القرآن الكريم، وأن غالب هؤلاء القراء الذين تتبعنا سيرهم وجدت هذه المسألة أو هذه الفكرة حاضرة عندهم بقوة. فتجد المشاوي مثلا، لما الحصري مثلا لما يسافر ويقول لك أسلم على يديه عدد من الناس، وكذلك الحصري لما رفع الأذان في الكونغرس وأسلم 99، وعبد الباسط أيضا له مقاطع لقاء تلفزيوني يتكلم حينما سافر إلى أمريكا أو الكونغو أو غيرها، وتكلم عن عدد الذين أسلموا على يديه بسبب سماع القرآن، وعن تلك الصحفية التي كانت ترافقه وأسلمت وسماها آمنة على اسم النبي صلى الله عليه وسلم وحجت، المرأة الأمريكية نسيت اليهودية لعل أحد ذكرني باسمها، جميلة، مريم جميلة، هذه المرأة التي كانت تعيش في القاهرة فترة من الزمن، وكانت جالسة على يعني بلكونة الشقة، فكانت تستمع إلى صوت ينساب إلى بلكونتها. تعرف مصر ما شاء الله من يصبحون فيفتحون المحلات فيصطبحون بصوت تلاوة القرآن الكريم، فكانت تشرب القهوة وانساب إلى مسمعها صوت القارئ محمد رفعت، فسألت قالوا هذا محمد رفعت، فكان هو سبب للبحث عن الإسلام والدخول في الإسلام. محمد رفعت رحمه الله تعالى لما جاءت إذاعة البي بي سي وطلبت منه أن يقرأ لها في الإذاعة، بذكائه اختار لهم سورة مريم رحمه الله تعالى، وقصة الطيار الكندي الذي استمع إليه وحضر إلى القاهرة وأسلم. فكنا نركز على كل هذه الأشياء من القراء. محمد رفعت يعني رجل عنده وعي بقضية الدعوة إلى الإسلام بتلاوة القرآن. يعني محمد رفعت له مجلس خاص يفتحه، يحضره أشكال وألوان مختلفة من الناس، يحضر الفنان، يحضر الرياضي، يحضر أي حتى الغير المسلم، حتى غير مسلم. وأذكر في تكلمنا عن حلقة عن الدعوة إلى القرآن، الدعوة إلى الإسلام بتلاوة القرآن، وذكرنا نسيت اسم الممثل اللبناني الذي كتب في مذكراته عن لقائه بمحمد رفعت، وأنه يعجبه سماع محمد رفعت وتلاوة القرآن الكريم. فهذه القضية كانت تؤثر فيني كثيرا، أننا يعني تغيب عنا فكرة، وهذه رسالة وجهها للقراء، أن فكرة الدعوة إلى الإسلام من خلال تلاوة القرآن أرى أنها مهمة، وهذا هو يعني هذا أمر يعني من سنن الأنبياء عليهم السلام، كما قال في قراءة وأن أتلو القرآن. بعد التوحيد هي تلاوة القرآن الكريم للدعوة إلى الإسلام. كثير من الناس لما يسافر للخارج يشغل نفسه بموضوعات يعني ليست مهمة، أو مهمة في نظرها مهمة، لكن في نظري أنت عليك أن تقرأ القرآن فحسب، اقرأ والناس تستمع، وهذه التلاوة ترشدها إلى الإسلام. وأذكر قبل فترة كنت قدمت مبادرة، لكن يعني إلى الآن ما زالت في مكانها، عقد مؤتمر، وهذا وجهها للرابطة العالم الإسلامي إذا كان يعني يستمعون إلي، عقد مؤتمر لتلاوة القرآن الكريم. يعني يتم اختيار دولة من الدول الغير مسلمة مثلا، ويتم استضافة عدد من قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي 40-50، ويتم تلاوة القرآن هناك بطريقة يعني بوفق استراتيجية معينة. احنا ما عندنا القرآن، فتلاوة القرآن تكفي عن أشياء كثيرة. جميل جدا. ايضا دكتور عبد العزيز، كان في تساؤل جانا من اخت فاضله موجوده معنا،
بخصوص الأشخاص اللي يعني يسمعوا، أنت وصفتهم بالسميعة، يعني هل هذا الأمر يؤثر على يعني حفظهم للقرآن الكريم حسب يعني وجهة نظرك في هذا الجانب؟ يعني لما السميعة لما تكون في مصر وتركب مع سائق تاكسي، سائق التاكسي تجده إنسان عامي كبير في السن ويعني لم يدرس، لكن تستغرب وتندهش من الاستشهادات التي يستشهد بها بالآيات القرآنية. السبب أنه رجل يسمع كثيرا، سواء يسمع الإذاعة أو أنه يحضر مجال السماع. فهذا يعني شاهدتها في مصر، وشاهدتها في أكثر مثل المغرب أيضا، شاهدتها يعني شاهدتها عند سائق التاكسي. احنا في السعودية ما أدري، أنا يعني فكرة الاستشهاد غير حاضرة لأنه ما في سماع، لا يوجد سماع حقيقي يعني بشكل كبير جدا. وقد أكون مخطئ، ما أدري إذا أحد موجود يصحح لي، أو لكن أنا هذا الذي أراه يعني. يعني اليوم لما نيجي نتكلم في المملكة، من يجي في بالك من قراء دكتور عبد العزيز؟ يعني الآن موجودين معنا في الزمن اللي نتعايش فيه الآن، تحس إنه والله لابد إنها تتوثق؟ يمكن قد يكون سؤال شوي ما أبغى أقول محرج، لكنه ممكن يعني إذا في تحفظ عن الإجابة ما في إشكالية، لكن فعليا مين من القراء اللي تشوف الآن لابد نهتم لهم، نوثق سيرهم، إما من خلال دور النشر أو من خلال البرودكاست مثل ما تفضلت، أو نحثهم على أنهم يوثقوا سيرهم في مجال؟ تذكرون بعض الأسماء اللي موجودة حالياً؟ والله يحتاج تأمل، ما في بالي حاليا يعني، يحتاج تأمل ولا هو سؤال محرج؟ يعني يحتاج تأمل. لا، هو هي الفكرة كلها إنه أحياناً يعني في ناس يمكن اليوم أول مرة يسمع عن هذا الموضوع مثلاً، ومحتاج إنه والله لفت انتباه مثلا لقراء لا، فعلا أنا نروح. من الصعب أن أقول فلان وفلان فلان، لكن كل من يجد نفسه أن لديه تجربة، يعني بعض الناس سافر و قرأ القرآن في مجالس، في أماكن، في أشياء لا نعرفها، يعني فعنده تفاصيل وعنده حكايات احنا ما نعرفها. فإذا كان يرى أن يعني هو عنده هذا الكم الهائل، فاحنا نقول لازم أنك تكتب، يعني تكتب وتوثق. يعني كثير من الشباب الذين تبعثهم وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة أحيانا للصلاة في خارج المملكة، خاصة في أوروبا، في مساجد أوروبا وغيرها، أكيد هناك ثمة حوادث، ثمة قصص، مواقف. من المهم جدا يعني، أنا أذكر التقيت بالقارئ عمر القزابري حفظه الله في المغرب، وكنت أسأله عن يعني المنظر البهيج الذي يحصل في ليلة 27 في جامع الحسن الثاني، وأسأله عن يعني انطباعات الناس والشعور الروحاني التي تغمرهم. فقلت له ما الذي يدهشك في ذلك؟ قال يعني يدهشني ذلك المنظر حينما أنتهي من صلاة التراويح أو صلاة القيام، وأخرج من جهة المحراب أو باب المحراب، أجد يعني صف طويل لجنسيات أجنبية مختلفة ما بين الرجال والنساء ينتظروني، بس أطلع يبون يشوفون من هذا صاحب الصوت العظيم، صاحب الصوت الجميل، وهم غير مسلمين طبعاً. فيسألوني أسئلة كذا بكل يعني أسئلة عادية جدا، لكن بالنسبة لهم تعتبر فيها من العمق وفيها من يعني عظمة وجماليات الإسلام. فكل قارئ هو أعرف يعني أن لديه تجارب، له قصص، وينبغي أنه لا يتواضع إذا لديه بالفعل يعني لقاءات ويعني تجربته مع في قراءته على فلان أو الإقراء أو غيره، يكتبها ويعني لا يحرم الناس من متعة وتوثيق هذه اللحظات. والله شوف دكتور، أنا أتفق معك في هذه الجزئية، لكن أنت ذكرت نقطة أنه كثير أو أغلب القراء يتحفظ عن يعني عنده إما زهد أو تواضع مثل ما تفضلت، فلذلك أنا يمكن كنت شوي يعني حرصت على معرفة بعض الأسماء على أساس أننا نساهم في تشجيعهم بشكل عام. والله مثل هذا المجال يفترض ما يكون فيه تواضع يا باش مهندس. إلا أنت الآن لما تقرأ، لما تشوف كتب السير الذاتية، ادخل جرير، ادخل أي مكتبة، شوف قسم السير الذاتية، تجد الذي يكتب سير الذاتية، ومن حقه طبعا يكتب، إما أن يكون مثلا
أديب، فنان، رياضي، إداري، رجل أعمال، من حقه أن يكتب، لكن ما تجد كتاب كذا طارف على الأقل، قارئ، مقرئ. ضروري أن احنا نملأ أو نملأ المكتبة العربية بتجاربنا، يعني مع أعظم يعني كتاب عرفته البشرية هو كتاب الله سبحانه وتعالى.